أعلن الرئيس سعد الحريري أنه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، متمنياً على الجميع سحب اسمه من التداول في هذا الصدد، معتبراً أن المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة، عملاً بالمادة 53 والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التأليف. وفي بيان له قال الرئيس الحريري: إنني مع كتلة المستقبل النيابية وفي الاستشارات النيابية التي يفرضها الدستور دون إبطاء وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا. وقال الرئيس الحريري في مستهل بيانه: كنت قد آليت على نفسي عدم اتخاذ موقف سياسي قبل صدور حكم المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقبل استكمال الاتصالات بشأن المبادرة التي حملها الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون إلى لبنان، ورأى أن الاهتمام الدولي المتجدد بلبنان وعلى رأسه مبادرة ماكرون والزيارات الدولية والعربية يمثل فرصة قد تكون الأخيرة. أضاف الرئيس الحريري: مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية.